شعرت And أنني that's where my حان الوقت career للعودة kicked للسويد، off. وهنا النقلة بقى. I went to بدأت my مسيرتي old team in الكروية. Sweden انتقلت إلى فريق القديم في and السويد did really well. And وأديت people بشكل normally طيب say, oh, جدا، what did you learn والناس in Egypt? قالوا لي ماذا تعلمت في I learned مصر؟ to appreciate وقلت the لهم small أنني things. تعلمت تقدير And الأشياء I felt الصغيرة، that I became a وشعرت much better أنني goalkeeper after أصبحت the hard حارس training مرمى in Egypt. أفضل بعد التدريب القوي في So مصر. Egypt for me إذن was a مصر very big بالنسبة لي كانت time in my football career وقت Anzalet عظيم جدا and Tahaluzla. وكبير في عالم كرة القدم في الزمالك واتحاد عثمان. بمعنى انه هنا في مصر كان هو الاساس الحقيقي اللي بنيت عليه مشوارك في الاحتراف والتألق في اوروبا، يعني لولا التعلم هنا في نادي الزمالك ومن ثم مزارع الدينه، هم دول السبب في ان اصبح هناك حارس مرمى شهير اسمه رامي شعبان. I wouldn't been the goalkeeper I لا يمكن became أن if I أكون wouldn't been حارس in Egypt. المرمى الذي كنت عليه لولا Firstly, أنني مررت the على time مصر you train, the الوقت practice, الذي the كنت professional. أتدرب فيه Because before I بشكل came to Egypt, احترافي. we قبل trained أن أتي إلى مصر 6 o'clock in the evening. كنا I نتدرب had في a job, السادسة I مساء، worked وكانت full عندي time, and then وظيفة، I trained كنت 2 hours. بطول الوقت But I wanted وأتدرب something else. I لساعتين، wanted to try. ولكنني أردت شيئا But آخر. without any pressure, I said to أردت أن myself, أمارس let's see الكرة how far ولكن I بدون can أي go. ضغوط، وقلت لنفسي But لنرى one thing إلى I أي knew مدى was that سأصل. if I put my head on وقلت لك something, أنني إذا I will do صممت it. على شيء سأفعله، And I don't want to come and ولا regret, أريد oh, I should have أن done this, I should have done لا this, أحب then I أن could do that. أندم على أي So شيء do it وأقول يا while you ليتني can do كنت it. فعلت So هذا أو of ذاك. course Egypt and Zamalek بالطبع and مصر Al-Ahli والزمالك was very important. واتحاد عثمان كانوا هامين جدا بالنسبة لي.